تحسبها تقدرش تصرفها في العام 34 مليون دولار دونك ما تقارنش. اكبر كاشي ديتو مصطفى بون تاع الضم ياسن هيسن لا ياسن انا ما كاش هضره ما كاش نيزامبو حتى هضره. انا نعطيك خليني نعطيك ثلاث اقتراحات. قول لي تحت المليار فوق المليار سيدي نعطيك زوج اقتراحات. تحت 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 المليار تحت ما بين تحت ال 500 ولا تحت المليار. نقول لك الشيفر وخلاص عمال نو نو ما استدير كلمه. حبيت نعرف انا ماشي ربي يبارك لكم وربي انا نتمنى انه انا كي نشوف فنانين في مصر يتكلموا على لي كاشي. نو ماشي كيف كيف تلقى عندهم ما شاء الله فيلات وسيارات وعندهم مستشارين وعندهم شحال يخلص في الشهر في العام هذاك 34 مليون جنيه دولار دولار تحسبها تقدر تصرفها في العام 34 مليون دولار دونك ما تقارنش. الجيري 360 تتمنى لكم رمضان كريم.